اولا يوسف البليري، والحقيقه ماهيش جديد، اللي يمكن هذا واحد من اللاعبين الفلتات في تاريخ كره القدم الجزائريه، الفولافوي معناها، ماهيش حاجه، ماهيش سر. كنت نستمع لواحد من الضيوف الموجودين في البلاتو يقول شطحات ورقصات يوسف البليري تكررت وعدد الانديه وعدد المشاكل. اعتقد كونه او كل حاجه لازم نذكروا بها هو كونه الفريق الوحيد الذي نجح في السيطره على يوسف البليلي والانكادرومون نتاعو، نعرف تستعملوا اللونجاج اكثر فرونسي، هو الترجي الرياضي التونسي. نذكر الزوز مرات اللي مر بهم بالترجي الرياضي التونسي، كيف كان منضبطا وكيف كان ملتزما. اعتقد كون المشكل الاول من يوسف البليلي ماهوش الترجي الرياضي التونسي ولا تغيير المدربين ولا البوست اللي يلعب فيه ولا غيره. المشكل الاول هو كونه كان يرغب بشده في العوده في اسرع وقت الى المنتخب الجزائري. اعتقد كونه تصريح بيتكوفيتش الاخير في اعتقادي كان مستفزا ليوسف البليلي، واكيد كونه بلغ مسامعه لدرجه انه قال كونه البليلي نشوف فيه فاش قاعد يعمل في تونس ومعجب جدا بالاشياء اللي يعمل فيها، ولكن نحب نعطيه وقت. حتى حد ما فهمش شنو معناها نعطيه وقت. فيما عدا ذلك رسميا وبشكل رسمي ما ثم حتى حاجه تخص البليلي، لا عقوبه راديكاليه ولا اعتداء على مدرب ولا اعتداء خشن على واحد من المسؤولين ولا غير ذلك. وفن الزادة في نفس الوقت، وهذه نقطة مهمة جدا، ليس البليلي أي اتصالات مع أي فريق جزائري، هو لاعب مثل أي لاعب في الترجي الرياضي التونسي، أ 32 زون ولا 33 زون، أون فا با لو شونجي مانتنون ولا أون فا با لو رو أنكادغي أونكور أون فوا. دي زكاريان اللي كان يراني فيه في مونبلي واللي حب يهزوا البريست بليتو وحب يهزوا المونبلي، قال البليلي ان تري بون جوور ان اكسلون جوور، مي لو بروبليم تاع يوسف البليلي هو لونتوراج نتاعو. انا جو بارتاج لو ميم افي، لو بروبليم دو يوسف البليلي سي سون لونتوراج، سي سون بير بوتيتر كي لو غيد كي لو تيلي غيد، مي سور لو تيرا دون اون انستيتيسيون كيما ليسبيرونس سبورتيف دي تونس، لي ابسوليمون ريان، يا اوكان بروبليم افيك يوسف البليلي، اي يا با ان كا يوسف البليلي.